اللي قول لي يا اسطى كيما كنت، هو انا لو بجهز عيادتي دلوقتي ومحتاج دهان يكون مناسب لطبيعة العيادة، وزي ما انت عارف هتكون مليانة مرضى، فهل في منتج تقدر ترشحه لي؟ يبقى انت كده يا دكتور هتحتاج دهان مضاد للبكتيريا، وانا عارف المنتج ده ايه. يا ترى ايه هو المنتج اللي هيحل مشكلة دكتور هاني؟ كيماتون بايو ولا رولتون 50 ولا كيماكوت 400؟ لو عرفتوا المنتج ادخلوا على اللينك ده وقولوا لنا الحل.